الحاجه مالوش ساعه يتكلم فيه. عرفت بتتاخر ليه؟ عرفت يا اسطى، انت وريتني الصور اللي انت قافش عليها. سيرك في الصور فظيعه. ايه ده، شفت الصور وهي مش لابسه ال... يا لهوي يا عدالة خالص كده طب في حاجات يعني خالص كده. لا وده يشيل شويه وده يشيل شويه. هشتكى يا صاحبي هشتكى. ايه ده، هو انتوا شفتوا صور المصيف؟ لا مصيف ايه، كلها شفنا صور. ايه يا بيه، شفنا صور السبوع بتاعك يا هاني. وترشوا ملح بتغزوا العين. تستحمي في الحوض ما تستحمي في البني. ايه ده، انتوا ايه الاستظراف اللي انتوا فيه ده؟ احنا بس بنرحب بحضرتك. صباح الخير يا جماعه. ايه ده، هي الفلوس جت؟ ده واضح انه يوم نشيط قوي. اه يوم نشيط، اليوم بيلعب ضغط اصلا. بقول لحضرتك تعالى اقول لك بس ايه، انا هاجي اطلب ايدك من ابوكي. انا اتجوز ساعي؟ لا ساعي ايه، انا والله محاسب اصلا. ايه ده بجد؟ اه والله، رحت اقدم في بنك كل الشروط مشيت عليا ما عدا شرط واحد، يعني مكتوب اجاده انجليزي معايا، كمبيوتر معايا، محاسبه معايا، تجاره كله معايا، هو شرط واحد اللي ما مشيش. ايه؟ حسن المظهر. قالوا لي انت حسن الاسمر. ما رضيوش والله، بس انا محاسب اصلا. يعني انت ممكن تشتغل محاسب معانا في البنك؟ ايوه ممكن طبعا، بس هتلاقيني شغال بروح الساعي، يعني بدل ما اقول 3 زائد 4 ب 7 هقولها من الساعي، 3 زائد 4 ب 7 على ميه بيضه. مش هنفع، مش هنفع والله. انت ايه خفه الدم الزياده دي النهارده؟ انا بحاول افك لك اليوم من الاخبار اللي هتسمعيها. اخبار ايه؟ اصل انا عندي خبرين، واحد حلو والتاني وحش. ايه الحلو؟ البنك. والوحش؟ اتسرق. يا نهار اسود، البنك اتسرق؟ ايوه طبعا. اتسرق ازاي؟ دخل علينا حرامي. والعم نفسي نايمه، والعم نفسي نايمه، والعم نفسي نايمه، والعم نفسي نايمه، والعم نفسي نايمه. ايوه حرامي، والعم نفسي نايمه، والعم نفسي. دخل حرامي وثبت الواد زغلول. لا مش انا يا حبيبي، لا مش انا يا بابا، مش انا يا حبيبي، مش انا يا بابا. عيب، تلفوش الكلام يا حبيبي، حوروش الكلام يا بابا. دخل حرامي وثبت علي ربيع. تمام. مش زغلول خالص. ايوه. وسرق من عندنا شوالين فلوس. سرق شوالين؟ ايوه. انتوا بتتكلموا على الولد اللي كان راكب موتوسيكل بره البنك؟ هو ده. لا بس ده كان شايل شوال واحد. لا يا حبيبتي، كان شايل شوالين يا حبيبتي. لا يا حبيبتي. حبيبتك؟ اه يا حبيبتي. حبك قرد والله. ما تحبنيش ليه يا حبيبتي؟ هو كان شايل شوال واحد. لا كان شايل اتنين والله. شوال واحد ما تحلفيش بالله، عشان جهنم دلوقتي بتلم. جهنم دلوقتي ايه، بتلم كتير. اقسم بالله العظيم كان شايل شوال واحد. لا ما تحلفيش يا حبيبتي، عشان اتنين. انت شفتي التاكسي الموتوسيكل شفتيه منين؟ ايه؟ شفته منين؟ شفتي الموتوسيكل منين؟ من اليمين ولا من الشمال؟ من ناحيتين. طب شفتي بقى الموتوسيكل بتاع الواد صاحبه اللي كان الناحيه التانيه اللي كان ماشي عكس؟ اه شفت. اه ده خد مخالفه، ده محبوس والله، سنه سجن والله. فكرتني بذكرى صاحبي والله، ذكرى اليمه والله، ده سنه سجن الواد ده والله. كله تمام يا ابو الزغاليل، خلاص زحلقت الحلويات. زحلقت حطيتها في الكبانيه. في الكبانيه، كله في الكبانيه. انا بس بطمن على نصيبي. ايه القرف ده؟ ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ احنا بنحط حاجتنا في الكبانيهات. ايه ما كله بيحط في الكبانيه، في ايه؟ انتوا ايه اللي بتقولوه ده؟ هو بعيدا عن كل ده، انا مش فاهمه ازاي البنك يتسرق بالسهوله والسرعه دي. اه اتسرق بسرعه، هنعمل ايه؟ بسرعه والله جدا. انا اقول لكم ازاي البنك يتسرق بسرعه. البنك بتاعنا ده اسمه ايه؟ كويك بنك. يعني البنك السريع، عشان كده اتسرق بسرعه. عارفه لو اسمه البنك الاهلي يتسرق بقى بتشكيل وخطه ومدرب ومش هيعرفوا يسرقوه برضو. اعد لنا البنك ما تقلقوش. انا ايه اتسرق بسرعه اهي يا جماعه؟ ثانيه واحده بس، احنا لازم كلنا نبقى فاهمين حاجه مهمه جدا. ايه؟ البنك ما اتسرقش. ايه ايه؟ البنك ما اتسرقش، الفلوس هي اللي اتسرقت. بتقول لك البنك ما اتسرقش، الفلوس هي اللي اتسرقت. عروستي الحق. الحق انت يا ابني، احنا لسه ما مضيناش على استلام الفلوس. البس البس انت. ولا اقول لك ايه؟ ايه؟ العب العب انت. ماشي. ايه في ايه يا استاذه؟ فهمينا بالظبط تقصدي ايه؟ قصدي ان احنا لسه ما مضيناش على استلام الفلوس، يبقى البنك ما اتسرقش، الفلوس هي اللي اتسرقت. صح. طب انتوا بلغتوا البوليس؟ كنا لسه هنبلغ البوليس، حضراتكم جيتوا علينا. لا يا امشير، انت تبلغ البوليس ليه؟ المفروض البهوات دول هم اللي يبلغوا، مش هم اللي اتسرقوا؟ ما هو برضه السرقه حصلت عندنا، يعني لينا فيها حته. طيب خلاص، انت عارف هتقول ايه للبوليس؟ اه
اه طبعا عارف اقول له ايه، هي حاجه صعبه اقول له دخل علينا حرامي. وانا عاملها نفسي نايمه، وانا عاملها نفسي نايمه، وانت دخل حرامي، وانا عاملها نفسي نايمه، ولا داعي ان نفسي نايمه. ثبت الواد زغلول. لا مش انا يا حبيبي. لا حبيبي مش انا. دخل حرامي ثبت الامن اللي كان على الباب، وخد من عندنا شوالين فلوس. ثلاث شوالات فلوس. الله اكبر. طلعت معانا بقى كده. احنا كده بقينا نص دستة اشرار. لا ثواني، انت تقصدي ايه بالظبط يا استاذه؟ دخل الحرامي ثبت زغلول واخد ثلاث شوالات فلوس وهرب. انت ايه اللي بتقوليه ده يا مروه؟ ما انت سامعاهم بيقولوا خد شوالين بس. بصوا بقى يا جماعه، ركزوا معايا كويس قوي. دلوقتي البنك اتسرق، يعني اللي حصل حصل خلاص، وشويه والنيابه هتيجي تحقق، واحتمال ياخدوكوا يحبسوكوا كام يوم كده على ذمه التحقيق. وانتوا طبعا عارفين الحبس كام قلم على كام شلوت على شويه كهربا. انتوا داخلين على بهدله، ينفع بقى تتبهدلوا ببلاش؟ لا نتبهدل بفلوس. انا ما ينفعش يعني نتبهدل بفلوس طبعا معروف. بس احنا كده هنروح في داهيه. لا احنا مش هنروح في داهيه يا حبيبتي، احنا هنروح كبهرهات وهنجيب بنات، والفلوس دي هتدلعنا، احنا هنتدلع بالفلوس دي يا حبيبتي. مدام اسعاد ممكن بس ثانيه واحده؟ انت عارفه دول مليون دولار، عارفه يعني ايه مليون دولار؟ وتعبيه الدولار بكام دلوقتي؟ بكام؟ الدولار ب 7 جنيه و80 قرش. شفت ازاي؟ شفت؟ لو تقسموا علينا احنا السته كل واحد هيطلع له مش اقل من 160 الف دولار مثلا. وهتبقي اسعاد يونس بعد كده، مش اسعاد بقى. والله هتبقي مليونيره. يلا. ايوه بس دي تعتبر سرقه. بس تعتبر سرقه. شوف انت قلتي ايه؟ قلتي ايه انت؟ تعتبر سرقه، ما قلتيش سرقه صح، قلتي تعتبر. لما ما تبقاش تعتبر تبقى سرقه. طب احنا كده بنكذب وهنودي الولد في 60 ده؟ قلتي ممكن. لا ما قلتش ممكن. لا قلتي ممكن. والله ما قلت ممكن. اسكتي. اقسم بالله ما قلت ممكن. اسكتي يا حبيبتي. قلت ممكن ولا لا بدوي؟ قلتي ممكن. بدوي مين؟ انت بقى ولا جاي في بدوي يعني؟ ما هو فوت الفات كله. ممكن قلتي ممكن. يا مدام سعاد اسمعيني وركزي معايا، دلوقتي التأمين هيرجع المبلغ وكل حاجه هتبقى تمام، ما تقلقيش. يلا بقى يلا بقى فرحينا وقولي موافقه بقى. سمعينا حلاوه الاه. يلا زغراتي زغراتي يلا فرحينا بقى، خلينا نجيب بيبس. يلا خلاص يلا فرحينا. استغفر الله العظيم يا رب يا رب. خلاص خد ثلاث شواله. امجد. ايه يا معلم؟ ايه الشوال ده هتاخده توديه بقى؟ بس هوديه في الحمام الرجالي. ما انا فاهم. يلا انت غبي، ما اللي فات وديناه في الرجالي. يا ابني افهم، ما انا لما لقيت اللي قبليه محشور قمت حاطه في وشديت عليه السيفون. ايه يعني المكان فاضي جوه مفيش حاجه؟ تنط تجيب الشوال ده وتاخد ده تحطه في الحمام الحريمي. حاضر ماشي. يلا شغل مخك. ماشي يلا بينا. بقول لك ايه، جاي سبق. يلا لا اخد الاسود عشان سريع. لا انا هاخد الابيض. لا انا اخد الاسود. شحسان شحسان ربنا يكون في عونك راكبك فيه. شحسان يا ابني وسع. يا ابني انت في اللعب قرود. شحسان يا ده فموت. خد تعالى هنا الشوال ده. خد تعالى انت يا ابني، خد الشوال ده وديه في الحمام الحريم. ماشي خلاص. يلا خد. خد تعالى، عايزين نبلغ البوليس دلوقتي. يلا نبلغ. يلا نبلغ البوليس. يلا نبلغ البوليس. يلا بلغ الشرطه. يلا نبلغ الشرطه. يلا البوليس الحلو. يلا البوليس. يلا نبلغ البوليس يا عسل يا انتي يا اختي يا اختي يا اختي. يلا نبلغ الشرطه. يلا الو بوليس النجده. ايه ده معقوله مفيش امن هنا؟ معقوله؟ فين الامن اللي قدام الباب؟ عادل بيه المدير. عادل بيه. طب بخليه ب 50 جنيه جبنه رومي وب 10 جنيه لانشو وهاتهم كلهم. يلا سلام. ده كلام فارغ اللي بيحصل ده. ايه التسيب اللي موجود في البنك ده؟ معقولة؟ معقولة؟ إيه اللي بيحصل؟ أنت إيه اللي موقفك هنا؟ إيه في إيه؟ أنت مش مكانك قدام البنك؟ إيه اللي جابك هنا؟ ما أنا دخلت جوه. أنت مكانك فين؟ مكاني بره. إيه اللي دخلك جوه؟ الزمن. الزمن هو اللي جابني هنا. أنت مفروض فرد أمن، يعني مفروض تبقى قدام باب البنك. ده المفروض بقى. لكن في هنا مشاكل حصلت دخلت أتصرف.
نعم؟ في مشاكل حصل. فعملت ايه؟ دخلت اشوف بنفسي اتصرف. انت تتصرف ليه؟ انت مالك؟ عشان ايه؟ ما هو لازم يا باشا، اصل حصل مشكله وكنا لازم نبلغ. انت تبلغ ليه؟ وانت تبلغ ليه؟ انتوا مش مشكلتكم ان انتوا تبلغوا، انتوا تقولوا للاساتذه، الاساتذه هم اللي يبلغوا. استاذ عادل. نعم. البنك اتسرق. ايوه، ده مش معناه انه مين؟ البنك اتسرق. البنك ده اتسرق؟ ايوه. البنك بتاعي اتسرق؟ ايوه. يعني ايه؟ يعني اتسرق. انت فرحان؟ امال ايه؟ البنك اتسرق. ايوه. البنك بتاعنا اتسرق. اتسرق خلاص. انا قلت له مش عايز المجنون ده، قلت له مش عايزه. البنك اتسرق. يا نهار اسوح. أيوة. يا نهار اسوح، ده انا باديها من صغري. أيوة. انا بادي من اول بنك الحظ لغايه هنا. ايوه. ايه؟ اتسرق خلاص. البنك اتسرق منه ايه؟ اتسرق منه سوالين. اتسرق كام؟ انا هقول لحضرتك القصه. هو القصه دلوقتي بالظبط ان دخل علينا حرامي. تمام. دخل ايه؟ دخل علينا حرامي. ولا عامله نفسي نايمه، ولا عامله نفسي نايمه. عامله نفسي دخل حرامي ازاي؟ ثبت الواد زغلول. مش انا يا حبيبي، مش انا يا بابا، مش انا. مش انت؟ اه. انت ما كنتش واقف بره؟ اه لا، مش انا. انت كنت واقف بره ولا لا؟ اه كنت واقف. اه يعني الحرامي دخل عليك؟ مش انا. انا مش فاهم، في حد بتاع عامل تاني غيرك؟ ماليش دعوه. سرق قد ايه؟ ثلاث شويله. ثلاث شويله يعني 3 مليون دولار. يا نهار اسوح، يا نهار اسوح. انا مش فاهم، انا مش فاهم. فين استاذ امين؟ الاستاذ امين راح المركز الرئيسي. راح يبلغ؟ لا، ما هو ما سمعش لسه على السرقه. ده هو راح يبلغ ان كاميرات المراقبه بايظه من امبارح. كمان الكاميرات بايظه؟ كمان الكاميرات بقى هعمل ايه؟ انا اتخرب بيتي، الكاميرات بايظه. طب انت مضيتي على محضر الاستلام؟ لا لسه. طب الحمد لله كده البنك ما اتسرقش. ايه ده؟ البنك ما اتسرقش، اللي اتسرق الناس اللي جابوا الفلوس. احنا لغايه دلوقتي ما استلمناش الفلوس، ده وضع طبيعي يعني. كويس قوي. بلغتوا البوليس؟ لا، كنا لسه هنبلغ حالا حضرتك. خلاص يلا تعالى نبلغ البوليس. طب حضرتك مش هتفكر شويه؟ نعم. مش هتفكر شويه؟ فكر في ايه؟ فكر، يمكن الفكره تجيلك. في شويله، في شويله، في شويلين. مش فاهم، هما مش 3 شويله اتسرقوا؟ فكر بقى. فكر في ايه يا ابني؟ انا مش فاهم. فكر في الفكره. فكره ايه؟ البنك اتسرق، 3 شويله اتاخدوا، اعمل ايه؟ اه ممكن يحصل ايه؟ نبلغ البوليس. ما اعرفش بقى. خلاص. زيديني. ضخمت ليه يا ابني؟ عشان انا ما اعرفش. زيديني يا ابني. انت جاي تغني؟ يا استاذ امين. ايه ده؟ عادل بيه انت جيت؟ عادل بيه. صباح الخير. انت كنت فين يا استاذ؟ رحت طبعا تبلغ عشان الكاميرات. ابلغ ايه؟ كاميرات ايه؟ البنك اتسرق. ايه؟ البنك اتسرق. اتسرق امتى؟ ده انا لسه سايب البنك ورايح المركز الرئيسي. اهو ده اللي حصل يا بيه. الكاميرات كانت بايظه ورحت اصلحها. اه، لكن كل ده حصل لان حضرتك مش موجود. حضرتك المفروض تبلغهم بالتليفون، مش تروح لهم لغايه عندهم. بلغتهم بالتليفون وما حدش سمع كلامي. المهم دلوقتي يا جماعه احنا عايزين نبلغ الشرطه. الدفتر. تمام. إيه؟ تعال. ايه؟ تعال. انت فاهم حاجه؟ لا. عايزك تعلق بره يافطه ممنوع الدخول. ماشي؟ ماشي. مش عايز اي عملاء يدخلوا. ماشي. وتعلق من جوه يافطه ممنوع الخروج. حاضر. عرفت هتعمل ايه؟ انا هعمل يافطه مكتوب عليها بقى ممنوع الدخول والخروج عشان في ايه؟ في مشكله جوه. يا ابني انا عايز يافطه بس بره ممنوع الدخول، ويافطه جوه ممنوع الخروج. معلش، احنا هنعملها بقى يافطه واحده، نحط عليها الكلام ده كله، ونعملها ايه؟ دايره مدايره كده. نعملها ايه؟ دايره مدايره، جايبه بقى كده ايه البنك كله، جايبه كده دايره مدايره، ونجيب كهربائي بحيث يحط لنا لاندا ليلول في ال لاندا ايه؟ لاندا ليلول. ليلول؟ اه، عشان يظبطنا الاضاءه، عشان نظبط البنك. والله قلت لهم مش عايز. انت مجنون؟ اه. لمبه ايه؟ ليلول عشان بالليل هتشتغل بالليل، ونحطها كده بره. انا عايز دلوقتي حالا يافطه تعملها بره ممنوع الدخول. لا، نعمل يافطه، نعمل يافطه، ونجيب الوان ونلون ونعمل يافطه جميله دلوقتي. ثواني دلوقتي. انا مش عايز منك حاجه. ماشي. انا بلغ البوليس بنفسي. ماشي، بلغ الشرطه. انت لا يعتمد، عشان كده الحرامي دخل ثبتك. ماشي انا. لا مش انا. لا مش انت. لا مش انا. ماشي، انا هشوف الحكايه دي. انا ماشي، وانا اروح اجيب يافطه. لا، احنا نبلغ البوليس حضرتك. يلا بقى. تياترو مصر.
استنوا بس قبل ما تبلغوا البوليس. عايز ايه؟ انا عايز اعرف ايه اللي حصل بالظبط. اللي حصل حكام نيله بنيله وانت رايح تدلع بيه في المركز الرئيسي. انت يا بني ادم انت ازاي بتكلمه كده؟ انا انت ساعي ما تنساش نفسك. بشد الموظفين بس. دي شغلتك؟ لا سيبوا البوليس دلوقتي عادل بيه عايزك عايزكوا يا جماعه ضروري. بقول لك ايه يا امين؟ الحكايه دي فيها سر. في التوقيت اللي الكاميرات بتبوظ فيه البنك بيتسرق، واضح ان في حد معانا بيعمل حاجه مش مظبوطه. طبعا. في حد كان موجود ساعه البنك لما اتسرق؟ اه احنا بس ما شفناش الحرامي كويس، يعني كان هو جاي ملثم. مدام اسعاد انت كنت موجوده؟ لا هو انا كنت بركن بس شفته بره، والشارع كان فاضي ما حدش غيري كان فيه. يعني الشارع كان فاضي خالص؟ اه. انت بس اللي شفتيه؟ ايوه. هو سرق قد ايه؟ سرق 3 شويله. 4. طالما الشارع فاضي يبقى 4. ايه الكلام ده؟ سرق 5 يا استاذ. لا بنعمل مجهود. بقالنا قد ايه شغالين في الشغلانه دي؟ سرق 5. 5؟ ايوه. لا يبقى مبلغ البوليس بقى، بس الاول اجيب امجد يخبي لنا الشوالين دولت. يا دي امجد. ايوه. خد خبي الشوالين دولت، ابني لهم حمام مخصوص وحطهم فيه. يعني انا هاخد شوالين واسيب السادس يعيط؟ يا عم خده تبسي ليك. الف شكر يا انت بتبقشش من جيبك، انت مالك انت؟ فلوس سرقينها كلنا. سرقينها كلنا؟ انت هتفضحنا يا قال. احنا ازاي يعني ساعي يبقى مشاركنا في السرقه يعني؟ مش معقول. ما يصحش يعني. طبعا. وبعدين؟ خلاص نبلغ البوليس. يلا بينا نبلغ البوليس بسرعه. استنوا طب هكب الشوالين. يلا. بسرعه. الو؟ الو؟ بوليس؟ البوليس؟ 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 ايوه انا بسال، ايه البوليس؟ الو الو البوليس البوليس انت بني انت بني ادم طب اقفل انت الاول يلا انت يا بني ادم باي يا بيبي باي انت بتكلم مين البوليس جاي خلاص كلمت البوليس اه بلغته جاي بس حلو قوي كده يا جماعه كده تعالى ادينا يلا انت فاكرني اروح انام واسيبك ولا ايه عمال وربنا لا يقتلك ما تقتلني طب ما هو يا عم بيثبتك اهو لا مش انا لا مش انا لا مش انت برضه اه لا لا مش انا لا ربنا لا ولا ما تهجمش عليا يا ما تهجمش يا بخاف يا ما تهجمش يا بخاف يا ابني امشي امشي ايه ده ايه ده ما تهجمش اوعى اوعى ما تهجمش يا ما تهجمش يا لا 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 ايه ده ايه ده تعمل ايه ده يا زياد من الناجي بسيب بقي بسيب بقي يا زياد من الناجي بسيب بقي يا ماشي حضرتك انت الحرامي اللي جه سرق واضح طبعا ايوه شكلك باين يعني فعلا متوظف صح صح حضرتك الحرامي عايز ايه دلوقتي بص يا جدعان اصل انا بصراحه قعدت افكر بيني وبين نفسي طلعت حمار يعني ايه اخد شوال واسيب الباقي لا انا جاي اخد بقى بقيه الشواله ايه ده هو مش انت كنت خدت شوالين لا حضرتك والله العظيم انا واخد شوال واحد بس ثانيه واحده انتوا مش قلتوا انه خد 3 ايه 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 المكان اللي كله نصابين ده اللي انا شغال فيه اه يعني انت كنت هتلبسوني بقى الليله طب كويس بقى اللي انا عملت حسابي وفكرت وجيت هنا ايه يعني عايز ايه دلوقتي حضرتك يا ابني انت ما بتخافش من البوليس لا ما بخافش تيت اجابه صحيحه 1-0 فريق الحرامي على فريق البنك يا جدعان يا جدعان افهموني انا في الاول كان معايا موتوسيكل واحد تمام عشان كده خدت شوال واحد قمت انا عملت ايه بقى بعت الموتوسيكل وجبت 6 موتوسيكلات عشان انا اخد بقيه الشوال اللي موجوده دي كلها بقول لك ايه يا عم انت خلاص ما بقاش فيه هنا ولا شوال احمد ربنا بقى على الشوال اللي معاك اه يبقى انتوا بقى عايزين الواد دوت يموت لا والمصحف ليه ليه والمصحف مش هي هي يا جبان والمصحف مانا اهو لا مش مش مين لا يا يا الشوالة فين انت اقول لك خلاص اقول لك مصعب اقول لك هو الواد الطويل ده خبى واحد في حمام البنات وواحد في حمام الولاد تمام انت ادي امجد ولا امجد يا باشا ايوه هات ياد الشوالة اللي الواد قال مكانه حق والسادس ده اعمل فيه ايه هاتوا كله حملها على الموتوسيكلات بره كلها ماشي حاضر يعني انت خلاص هتاخد الشوالة دي اه هاخد الشوالة دي ديل اور نو ديل ديل يا عم طب ما تسمع عرض البنك عرض ايه حضرتك؟ عرض البنك عرض البنك؟ دي مايا دياب والله عاملة فينا عمايل مش انت يعني طب حضرتك دلوقتي انت سرقت كل حاجة انت حضرتك يعني مش خايف؟ وربنا ما خايف يا جدعان انا جاي هنا عشان اخد كل حاجة ايوه بس يعني معقولة يعني حضرتك الواد اللي انت امنته ده ها ياخد الفلوس ويهرب بيها
حضرتك فاكرني حيوة ولا ايه؟ انا جايب صحابي كلهم واقفين برا، ولو ما خرجتش في ظرف 3 دقايق هيفجرونا كلنا ويقتلوا الواد ده. يا عم يا عم مش انا يا عم. طب حضرتك الحقوا بقى قبل ما يجري. طيب ماشي. انت يا حرامي إيه؟ خلص اللي انت بتعمله ده بقى، زهقنا. خلاص يا جدعان انا ماشي، مش هتشوفوا وش تاني. هات السندوتش ده. يلا بسرعه نبلغ البوليس بسرعه. يلا بسرعه نبلغ البوليس. يلا نبلغ. يلا الحقوه قبل ما يهرب. هات الشرطه. الو؟ ايوه ايوه الشرطه؟ ايوه انا الشرطه. ايوه حضرتك دلوقتي في واحد جه ثبت ال لا مش انا. لا مش انا. انت بترد عليا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ انت بترد عليا؟ هو ده مفلت على ده؟ مفلت؟ يعني ده بيفلتوا على بعض. اه منفذين على بعض. منفذين على بعض على طول. انت بلغت الشرطه؟ انا لا اهو ببلغ اهو. لا ما تبلغش، خلاص انا بلغت. ماشي يلا، بس اكيد الشرطه هتتاخر اكيد. هو ده البنك يا حضره الضابط، تعالى. هو ده البنك. صباح الخير. صباح الخير. كويس ان حضرتك جيت بسرعه جدا، ما شاء الله الشرطه اتغيرت خالص يعني. عادل بيه. ايوه. ده المهندس اللي جاي من الفرع الرئيسي يصلح الكاميرات. حضرتك المهندس هنا اهو، الكاميرات بايظه للاسف، ما صورتش اللي حصل كله يعني. لا 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 لا، الكاميرات شغاله وما فيهاش اي مشكله. الكاميرات شغاله ازاي حضرتك؟ الشاشات اللي عندنا بايظه. مش كده؟ الكاميرات بايظه. لا الكاميرات شغاله، اللي مش شغال الشاشات. وانا عندي شفت كل اللي حصل هنا على الشاشه الرئيسيه هناك في البنك المركزي، يعني كل اللي حصل هنا اتصور صوت وصوره. يعني حضرتك شفته لما الحرامي دخل خد شوال، وبعدين لما رجع خد الخمسه التانيين، وشفنا الواد اللي خبى الشواله في الحمام. ومين اللي قال له خبي واحد والتاني قال له خبي اتنين وكده، شفت كل حاجه. شفنا كل حاجه. كل حاجه، وعرفنا مين خد شوال ومين خد شوالين. لا مش انا. لا انتوا ايه؟ حضرتك يعني واضح ان كده كل حاجه باينه، بس حضرتك دي كانت نية بس، لكن ما حصلش ان احنا خدنا الفلوس. لكن في النهاية برضو يا جماعة، كل واحد فينا شغال في بنك مفروض انه بيقبض قبض كويس وقبض محترم. ان هو يبص في حاجة تانية في ايد غيره، اكيد هيجي له يوم ويتقفش يا معلم. اسمع وافهم كلامي، خاطب ومخبز.